السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في قناتكم قناة مصطفى البارودي. خوت ما تنساوش دائما دعمونا بلي جيم قبل ما نبداو الفيديو. دابا قبل ما تبدا الفيديو درنا جيم باش تعاون الفائدة. خوت غادي ندوي على موضوع مهم هو عملية مرحبا 2021. خرجوا بعد لي فيديو من ميناء ديال الخزيرات ديال واحد الشيفور يعني اللي قال بأن وضح بأن بين استعدادات على أساس بأن استعدادات يعني ديال انطلاق عملية مرحبا 2021 يعني صافي راه غادي تنطلق هاد الايام. لكن الاخوان خرج واحد الاخ واحد اخر حتى هو دابا نوريكم. المهم بلا ما نسبق الاحداث خليو هذا الموضوع هذا غادي نبداو به هو الاول ديال ميناء ديال الخزيرات. واش فعلا الاستعدادات بدات باش انهم غادي تنطلق العملية ديال مرحبا. وغادي ندويو على الموضوع الثاني اللي هو المغرب. اليوم كتعرفوا الخميس دائما كتجتمع الحكومه. اجتمعت الحكومه وقررت تمديد حاله الطوارئ الصحيه الى غايه 10 يونيو المقبل. يعني من هنا حتى ل 10 في شهر 6 غادي تبقى حاله الطوارئ الصحيه ساريه المفعول في المغرب. واش مع هذا الوضع اللي تم يعني فيه تجديد وتمديد حاله الطوارئ واش من الممكن بان يعني تم يعني ترجع الرحلات الجوية وكذلك الرحلات البحرية وفي ضمنها عملية مرحبا 2021؟ واش من الممكن من بعد ما الحكومة المغربية دارت هذا القرار او لا من المستحيل بان المغرب داير حضر التجوال وداير حالة الطوارئ الصحية ويدير عملية مرحبا ويستانف عاوتاني الرحلات؟ واش كاين شي تناقض واش ما كاين حتى شي تناقض؟ هادشي اللي غنوضحو في الفيديو بالتقارير وبالمصادر. تحياتي لكم الخوت. المهم غادي نبداو من الفيديو اللي خرج من الخزيرات من الميناء ديال الخزيرات وعاد نرجعو ديك ساعتين واش غادي تنظم العملية او لا وفق هاد المعطيات اللي عندنا. شوفوا الخوت ورجع لكم. هنايا الخزيرات هم بداو كيوجدوا باركي ديال مرحبا ديال الجالية هما كيوجدوا كيعدلوا باركيس هنايا الناس ديال الجالية هم. الكلاك كيستفك الواريس وعدلوا هادو ديال الشمس باش الجالية الطوموبيلات إذا درقوا من الشمس هما وعملوا الطواليطات راه هما طواليطات ديال الجالية ومطعم تما ها هما باركي ديال الجالية اي والله الله يفرج على جميع المسلمين والله يفتح بيبا الخير وبعد علينا هذا المرض وهذه البلاد الله يفتح علينا ويبعد علينا هذا المرض هذا والبلاد. هذه الخزيرات زعما الصراحه كنشوف هذا الشيء بعيني كيما الشر بالخير. كما شفتوا هذا الفيديو ديال الاخ اللي كيسوق الرموك وعطى يعني صور للميناء ديال الخزيرات على اساس بان مثلا الكراك راه كيوجد يعني كيحضروا كان العمليه غادي تنطلق هذا الاسبوع او هذه الايام المقبله. في حين بان كما شفتوا بان القرار اللي خرج اليوم من عند الحكومه المغربيه هو تمديد حاله الطوارئ الصحيه. واحد الاخ من 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 الفيسبوك كذلك كيسكن اونفاس يعني مع الميناء ديال الخزيرات صور لنا الميناء كيفاش داير وشنو الاخبار اللي عنده هو ولد المكان من الميناء. جانا هذا الفيديو من الميناء يلا نشوفوا الخوت. السلام عليكم وعواشركم مبروكة وتحية للناس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الناس اللي متشوقة تهبط لبلادها والناس اللي كتساين يفتحوا لنا الحدود إن شاء الله يا ربي. الناس اللي توحشوا والديهم توحشوا وليداتهم توحشوا عائلاتهم الله يسهل علينا كاملين إن شاء الله والله يدير شي تاويل الخير. خوتي اليوم 6 شهر 5 2021، فيديو اللي الهدف ديالو هو الرد على واحد الفيديو ظهر البارح اللي دارو كنظن واحد الشيفور ديال الكاميون كيقول لكم باللي الاستعدادات قائمه وباللي راهم كيوجدوا باللي غادي يفتحوا باللي. خوتي اللي بغيت نقول لكم هو هذا الشيء هذا ما عرفو حتى شي واحد نهائيا، حتى شي واحد ما يقدر يعرف شنو غادي يوقع. الخبر اللي كاينه هو في شهر 6 غادي يفتحوا، هادشي اللي عارفين كاملين بينا واللي كنساينو ان شاء الله يا ربي يفتحوا لنا كاملين بينا. المهم الخوت هو هذا الفيديو كما شفتوا معنا يعني هاد السيد هذا مشكور بانه كيسكن يعني اون فاس كما شفتوا مع الميناء فرصد لنا الوقائع من تما عاديه الامور مازال يعني كاين تحضيرات كانت توسيعات وهادشي كان تعلناتو يعني
الاداره ديال الميناء قالت ان دارت بعض الاصلاحات وبعض التوسيعات اللي يعني كتوجد العمليه مرحبا 2021، ولكن هذا ما كيعنيش بان صافي راه كاين قرار بانها كتوجد لهذه الايام ولا غدا ولا بعد غدا. القرار هو بقى في يد الحكومات بين البلدين، والوزيره الجاليه المغربيه خليت لكم فيديو وضحت لكم بانها قالت المغرب ما عندوش مشكل، المغرب ملي غادي يتقاد هو صحيا راه غادي يفتح وغادي ينظم العمليه. ولكن قالت بان اكثريه ديال البلدان اللي حنا كنديروا معها عمليه مرحبا اللي من ضمنها اسبانيا فرنسا ايطاليا، اكثريه ديال هاد البلدان مازال كتعتمد يعني الحجر الصحي. فرنسا يلاه دابا شهر وهي دايره الحجر الصحي الشامل على البلاد كامل، كيفاش تنظم معها عمليه مرحبا؟ ففي الحقيقه كانت منطقيه، قالت حتى هاد البلدان تاهي تستعد يعني، وحنا نستعدوا وغادي نديروا واحد اللجان مشتركه ما بيناتنا هي اللي غادي تحدد وغادي تعطي يعني التاريخ ديال عملية مرحبا وديال استئناف الرحلات الجوية والبحرية وفق يعني التقييم ديال الوضع الوبائي اللي كاين في البلدين او لا في البلدان ديال دول العبور. المهم الاخوان غادي نرجعوا دابا للخبر ديال كما شفتوا بان راه ما كاين والو، راه الاخ كان واضح في كلامه. نعطيكم الخبر ديال الحكومة المغربية. الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية الى غاية 10 يونيو المقبل، يعني حتى 10 في شهر 6 عاد عاوتاني واش يزيدوا يمدوا في الحاله الطوارئ الصحيه دار الصيف كامل او لا انها غادي تهزها كما هزت اسبانيا، لان اسبانيا صافي نهار 9 في هذا الشهر هذا اللي هو نهار 2 صافي غادي تحيد حاله الطوارئ الصحيه من هنا من اسبانيا. نكملوا. قررت مجلس الحكومه المنعقد اليوم الخميس في الرباط تمديد حاله الطوارئ الصحيه شهرا اضافيا الى غايه 10 يونيو المقبل، وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة المسيرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية. مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد هذه الحالة الطوارئ الصحية من يوم 10 ماي الجاري إلى غاية 10 يونيو المقبل، وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلائم مع معطيات الوضع الوبائي. كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام خاصة الصحة العامة، بأن حالة الطوارئ الصحية تمدت في المغرب عكس إسبانيا. إسبانيا نهار 9 غادي تحيد حالة الطوارئ وغادي ترجع إلى حالة طبيعية مع الاحتفاظ بسلطات يعني بعض السلطات في الحضرة ولا هذا السلطات الإقليمية يعني الحكومات الإقليمية اللي كتحكم منها الأقاليم الإسبانية، ولكن الحكومة المركزية حيدات حجر حالة الطوارئ الصحية. واش مع هذا الأمر هذا ممكن تنظم عملية مرحبا؟ صعيب إلا بقى المغرب مستمر في حالة الطوارئ الصحية صعيب باش أنه يوافق على تنظيم عملية مرحبا 2021، لكن لحد الآن مازال يعني هذا ماشي جواب نهائي، لأن العملية ديال مرحبا كيتم التنظيم ديالها دائما كل سنة 15 في شهر 6، لكن التمديد حدو حد 10 في شهر 6، إذا كاين أمل باش أنهم يوصلوا ل 10 في شهر 6 وما يزيدوش يمدوا، وديك الساعتين ترجع عملية مرحبا 2021 بطريقة يعني عادية. من الممكن كاين سيناريو ديال انهم يجدوا الا بقات الحاله الوبائيه غدا في المغرب ماشي مزيانه وما تنظمش عمليه مرحبا 2021. كذلك الاخوان سمحوا لي راني عيان شويه داكشي علاش راني كنحاول كذلك الاستئناف ديال الرحلات الجويه اللي كان من المقرر ولا ما هو مقرر وفق البلاغ ديال الخطوط الملكيه الجويه ان غادي يتم استئناف الرحلات الجويه مع الدول الاوروبيه من ضمن ايطاليا فرنسا بلجيكا اسبانيا، استئناف الرحلات يوم 21 ماي يعني في هذا الشهر. واش هذا الامر هذا ما كيتناقضش مع التجديد ديال حاله الطوارئ الصحيه؟ ما كيتناقضش. علاش؟ لان الرحلات الجويه كانت طيلت يعني حاله الطوارئ الصحيه، يعني الطوارئ الصحيه في المغرب تقريبا راه جايبه دابا عام ونص، فهاد الرحلات الجويه كانت طيلت هاد العام ونص، اذا ما عندهاش علاقه بالتمديد ديال حاله الطوارئ الصحيه او لا ممكن بان ترجع يعني ترجع الرحلات الجويه. لكن عمليه مرحبا كيكون فيها واحد العدد كبير، ممكن 5 المليون
يعني من الجاليه كدير العبور، زائد ممكن اللي فتحتي الجاليه راه غادي تفتحيها للسياح، زيد عليها العدد ديال السياح. ف ميمكنش انت عندك حاله ديال الطوارئ، عندك استنفار امني وهذا فيما يخص الامور الصحيه والطاقم الصحيه، وتجي انت وتفتح الابواب ديالك الخمسه ديال المليون ديال الجاليه تدخلها. فهذا من الممكن بان ما تكونش الا بقى التمديد غادي في حال الطوارئ الصحيه. المهم الاخوان، نتمنى نكون وضحت لكم شيئا ما فيما يخص الموضوع ديال عمليه العبور، وفيما يخص التمديد ديال حال الطوارئ الصحيه اللي دارت في المغرب، اللي تم التمديد ديالها حتى لسته. ووضحنا بعد الفيديو، لانه داك الفيديو خوت كينتشروا بزاف في تيك توك، في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، في اليوتيوب كينتشروا، الناس كتفاعل معاه، لان الناس اللي كتعرفوا الجاليه مسكينه دابا متلهفه على الخبر ديال العبور، لان مساكن الناس باغا تهبط عند وليداتها. فاي خبر يكون منقول بطريقه ممكن بان ما مقصوداش، لكن بطريقه يعني ما واضحاش، فممكن انك تغلط بزاف ديال الناس ديال الجاليه، وممكن انك تضرهم انهم يقوموا برحلات ولا يشريو بيتي ولا شي حاجه. داكشي علاش الاخوان حنا كنبغيو نوضحوا دائما في القناه ديالنا للمتتبعين الاوفياء ديالنا، وكنتمنى حتى نتوما انكم تبارطاجيو هذه المعلومات اللي كنوضحوا باش تعم الفائده. وتحياتي لكم، كان معكم مصطفى البارودي، ومع السلامه.